لأن التهديد سيرد عليه بالتهديد، أها والفعل سيرد عليه بفعل أكبر. وكلام كل المسؤولين اللبنانيين لما سئلوا من الموفد الأمريكي، ولما سئل حزب الله من الفرنسي، ولما جرت كل الاتصالات مع الأطراف اللبنانية، كان الجواب واضح. إما التنقيب مقابل التنقيب، وإما الحرب. ما في خيار ثالث. لن تقبل أي قوة في هذا البلد المقاومة وحلفاء المقاومة بأن يكون هناك تنقيب وبيع، عفوا، بيع من قبل الإسرائيلي واستخراج قبل أن نصل إلى حل. هلأ بيقولوا عم ينحكى عن حرب. نعم، إذا الإسرائيلي فكر بأن يستخرج من كاريش الغاز دون أن يكون هناك حلا مع لبنان، نحن ذاهبون إلى حرب، لأن لا خيار لنا إلا الحرب. تحمي نفطنا المقاومة، نقطة على السطر، انتهى. وإذا بدهم حرب، أهلا وسهلا بالحرب.